قافلة مسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم تحط الرحال بفاس. بالمجلس العلمي للمدينة تجدد اللقاء هذا العام، العشرات من المشاركين والمشاركات يحدوهم الأمل في انتزاع مكانة تشفع لهم في المشاركة في النهائيات. وبعد عمل اللجنة الموكول لها الانتقاء لم يبقى أمام المؤهلين إلا بذل المزيد من الجهد حتى الظفر بفرصة التأهل. أسفرت النتائج النهائية لمسابقة مواهب في تجويد القرآن الكريم في نسختها 16 جهة فاس مكناس عن النتائج الآتية: إيمان سلامي. آمن الرسول بما أنزل بما وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. الاسم إيمان سلامي، عمر 10 سنوات، أدرس بمستوى 5 ابتدائي، أحفظ من كتاب الله عز وجل 11 حزبا. بدأت حفظه في سن 6 من عمري. هدفي من هذه المسابقة هو نيل رضا الله ورضا الوالدين. وشكراً.